السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير يا رب العالمين. النهاردة هقدم لكم شوية نصايح بسيطة لذيذة عشان أطفالنا الحلوين يعملوها. إيه نصايح؟ قبل ما أقول النصايح لازم أعرفكم بنفسي أول حاجة. أنا اسمي جمعة خالد صلاح، الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هقدم لكم شوية نصايح بسيطة ولذيذة زي أنا قلت في الأول. تعالوا نشوف إيه النصايح وهتسمعوها إزاي. يا رب تسمعوا كلامي. ايه يا نصيب؟ لازم اطفالنا حلوين اول ما تصحوا من النوم تشربوا كوبايه لبن. عليه هتسالوني ليه هنشرب كوبايه لبن؟ عشان دي بتخلي المخ ذكي، بتخلينا المخ ذكي يا اطفالنا الحلوين، بتخلينا اقوياء وبتخلينا نشطه. وكمان البيض ده مش قادره اقول لكم يا جماعه، البيض ده مفيد جدا 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 جدا. لازم يا اطفالنا حلوين وانت بتفطروا تاكلوا يا ماما، تقول ماما انا عايز اكل بيض، هتقول لك ماشي. البيض ده كل يوم هتتعود عليه، اصل جميل جميل جدا 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 ومفيد. تالت حاجة لازم وانتوا بتتغدوا تقول لازم يبقى في طبق سلطة، عشان طبق السلطة ده مفيد جدا جدا جدا، بيخلي كل اعراض الجسم المفيدة تحصل لك. يعني ايه عليك اللي انت مش لازم اوصفه لك، يعني عليكم اللي انتوا تاكلوها وخلاص. انتوا بقى هتشوفوها بقى بنفسكم اللي هتعمل لكم ايه. كمان بتخلي مخ ذكي، يعني مش لازم اوصف لكم. بتخلي شعر تقيل وتطول. هي وشربة خضار، اكيد شربة الخضار دي معروفة في الدنيا، هي شربة الخضار دي. وكمان لازم تاكلوا جميع الخضروات وكمان جميع الفواكه، اصل دولت بقى برضو مفيده وبتخلينا نشطه مش كسله، ماشي اطفالنا حلوين. وكمان لازم اول قبل ما اخلص الفيديو لازم اقولكم على حاجه مفيده، اطفالنا الحلوين يا رب تسمعوا كلامي، علشان النصايح اللي انا قلتها لكم دي مفيده جدا جدا، اللي هي اللبن والبيض. اللبن والبيض ده اكيد اول ما تصحوا وقبل ما تناموا، وجميع الخضروات وجميع الفواكه. وكمان انا قلت نصيحتي بس، وكمان تبقوا والحاجات والنصايح دي بتخلينا نشطه مش كسله، وبتخلينا مخ ذكي، بتخلي جسم يعني الابيض كده وتبقى وشك منور كده.